لا يملك الكثير من المصورين الجرأة للاقتراب من فرس النهر أو الضبع أو التمساح لالتقاط صور قريبة لها تظهر مدى جمال هذه الحيوانات عن قرب كعيونها مثلا، ولكن هذا بالضبط ما قام به المصور سورين مانفيليان. سورين هو عالم فيزياء نظرية من أرمينيا، قام بملاحقة شغفه بالتصوير وأصبح مصورا محترفا، حيث قدم سلسلة نادرة لموقع ماي مودرن ميت من الصور الدقيقة والتفصيلية لحدقة العين، مصورا شدة جمالها عن قرب. للوهلة الأولى قد تعتقد أن هذه الصور ليست سوى صور لبعض المناظر الطبيعية الموجودة على سطح أحد الكواكب البعيدة، ولكن إن دققت ستكتشف أنها صور مكبرة وقريبة لعيون بعض الحيوانات التي تظهر أدق التفاصيل بطريقة لم ترى مثلها مثيلا لها من قبل، كصورة عين الجمل المكونة من 3 جفون، وصورة عين كل من حيوان الشمبانزي والشنشيلة التي تظهر تغير لون القزحية وحواف العين الداكنة فيها، لدرجة أنك قد لا تدرك محتوى هذه الصور إلا أن ترى عنوانها. وقد صرح المصور مانفيليان لراديو أوروبا الحرة: إنها جميلة ومذهلة للغاية، فهي أشبه بصور أسطح الكواكب بما تحتويه من حفر وأنهار وأودية، تبدو وكأنها صور ملتقطة من عالم آخر. في كل مرة أقوم بتصوير العين أشعر بنفسي وكأني مسافر عبر الكون. لا يبوح هذا المصور المحترف بأساليب التصوير الفوتوغرافية الخاصة به، ولكنه يقول بأنه في بعض الأحيان قد ينتظر لساعات حتى يتمكن من التقاط هذه الصور في اللحظة المناسبة، حتى أنه قام بتصوير عيون العديد من الحيوانات الأليفة ككلب الهيسكي وقط السيامي، بالإضافة لتصويره عيون الطيور والسحالي الاستوائية. فيما يلي مجموعة من الصور الخاطفة للأنفاس لعيون حيوانات عديدة يمكنك الاطلاع عليها معنا.